مستمعين الكرام، نترككم الآن مع برنامج رسائل رمضانية لنستقي منها العبر والقيم السليمة، فنرتقي بديننا وحياتنا. هذا البرنامج من إعداد وتقديم حسان فرج الله، مونتاج محمد الشريف. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج رسائل رمضانية. رسالتنا لهذا اليوم: الفرصة لا تنتظر أحدا. رمضان فرصة نادرة ثمينة وغالية، فيها الرحمة والمغفرة ودواعيهما متيسرة، والأعوان عليها كثيرون، وعوامل الفساد محدودة، ومردة الشياطين مصفدون، وأبواب الجنة مفتحة، وأبواب النيران مغلقة، ولله عتقاء كل ليلة. ففي حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقول: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، حديث رواه الإمام أحمد والترمذي. وهنا نتعلم قيمة اغتنام الفرص: فرصة عمل، فرصة تجارة، فرصة ريادة، أي فرصة. فقد تفرغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفرغا لعبادة ربه سبحانه ومناجاته، وتحريا لإدراك ليلة القدر التي قال الله معظما شأنها في كتابه العزيز: ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ومعنى ذلك أنها خير من 30,000 ليلة أو قريب منها، خير منها في بركتها وأجورها وما يفيض فيها المولى الكريم على عباده من الرحمة والغفران وإجابة الدعاء وقبول الأعمال. فاجتهدوا في طلبها وتحروها في جميع العشر، وخصوصا في أفرادها، وأعمروا لياليها بالصلاة والذكر والدعاء لعلكم تفلحون. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالحياة عبارة عن مجموعة فرص، فاحرص على استثمارها ولا تدع حياتك تذهب سدى. اعمل ما استطعت على استغلال أكبر قدر ممكن من الفرص، فهذا هو طريق النجاح الباهر. إن اغتنام الفرص الذهبية هو سر من أسرار النجاح والتفوق والإنجاز، كما أن الفشل يعود في جزء كبير منه إلى الفرص الضائعة. فالمسلم الفطن صاحب الهمة العالية ينمي المبادرة الذاتية، فيصنع لنفسه فرصا ويولد أعمالا هادفة لكسب الأجر واستثمار الوقت والحياة، فينفع ذاته وينمي زاده ويخدم وطنه وأمته. والسعيد من جعل كل موسم في من مواسم حياته فرصة لطهارة نفسه ونماء حياته، فيأخذ الزمام ويسابق الزمن ويبادر إلى المعالي. ولهذا وجه رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أمته لاستغلال الفرص والمبادرة إلى الخير قبل فوات الأوان، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. فمن جعل أهدافه في الحياة هزيلة وقيمته في الوجود رخيصة فوت الفرص، وقضى حياته تلبية لنزواته ومتعه ولذائذه، فأكلت الأيام الضائعة حياته والسنون التائهة عمره، وسوف يقول حينئذ: يا ليتني قدمت لحياتي. فالفرص يقتلها التردد، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، حديث رواه الإمام البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا
غفر له ما تقدم من ذنبه، أيضا حديث رواه الإمام البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، حديث أيضا رواه الإمام البخاري. إنها ثلاث فرص عظيمة، كل واحدة منها تكون سببا لتكفير الذنوب. فكيف نعود أنفسنا على اقتناص الفرص؟ استعد للفرصة قبل أن تأتي وتهيأ لاستقبالها، مثل الاستعداد للامتحان والمقابلة وتجهيز السيرة الذاتية قبل إعلان الوظيفة، فكل مهارة تكتسبها تزيد من فرص نجاحك. وكذلك تجنب التسويف، فإنه يضيع الفرص، فتتزاحم الأعباء وتتأخر الأعمال ويتشتت الفكر، فلا يبصر الفرص ولا ينجز العمل. وقد قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من القوة ألا تؤخر عمل اليوم إلى الغد. وفي يوم من الأيام خاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقام عكاش بن محصن وقال للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما دخل عليهم: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: سبقك بها عكاشة. فهكذا كان عكاشة صاحب السبق واقتناص الفرصة. ولنا في سيدنا يوسف عليه السلام أسوة حسنة، استثمر فرصة الساق الذي خرج من السجن وقال له: اذكرني عند ربك. وهذا درس عملي لاستثمار الفرص في قضاء حوائجنا، وهذا هو التوكل الحقيقي، الأخذ بالأسباب، لأن إسقاط الأسباب ليس من التوكل، بل قد يكون نوعا من أنواع التواكل. ولنذكر قوله عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، حديث رواه الإمام أحمد. وقد استثمر سيدنا يوسف عليه السلام فرصة تعبير رؤيا الملك فعبرها لهم، ولم يمتنع عن تعبيرها بسبب سوء تصرفهم معه، لأنه أدرك ما قد يترتب على تلك الرؤية من أمور سلبية. وكذلك استثمر سيدنا يوسف فرصة دعوته للخروج من السجن لمقابلة الملك، حيث وجدها فرصة سانحة لكي يظهر براءته ويشهرها على الملأ. وكذلك استثمر فرصة مقابلة الملك عندما قربه منه وقال له: إنك اليوم لدينا مكين أمين، عندما قال له: اجعلني على خزائن الأرض. لذا كيف ندرب أبناءنا على اقتناص الفرص؟ بداية لابد أن نعزز من ثقتهم بأنفسهم، وأن نساعدهم على اختيار أهدافهم وطرق تحقيقها، وأن نصارحهم ونحاورهم ونستمع لهم، لنستطيع التعرف على المواقف التي يتعرضون عليها ونساعدهم في الاستفادة منها وتدريبهم على تخطي الصعاب. ولا بد من الدعم والمساندة حتى عند ارتكاب الخطأ، نعالج المرض لا نقتل المريض. في الختام، إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكون. تأمل جليا مسيرة طاعن في السن، ترى في سيرته سرعة تغير الأحوال، من صحة إلى مرض، ومن غنى إلى فقر، ومن أمن إلى خوف، ومن شغل إلى فراغ، ومن شباب إلى شيخوخة. فاغتنم الحياة، فمن مات انقطع عمله وفات أمله وحق ندمه. واغتنم الصحة، فمن مرض ضعف عن كثير عمل وتمنى لو صام وصلى. واغتنم الفراغ قبل أن تداهمك الشواغل وتشغلك صوارف الأيام، فضع لنفسك بصمة في الحياة، وتبقى الطريق هي الطريق، إنما تتفاوت الأقدام في الإقدام. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنت
كنتم مع برنامج رسائل رمضانية. رسائل رمضانية من إعداد وتقديم حسان فرج الله، مونتاج محمد الشريف.